نعم، نرجع بالنسبة للنقطة اللي قبليها، معناته نرجع لورا شوية، اللي هو هون كنا احنا introduction communication. communication هون بالنسبة للcommunication chapter هذا، مش communication العادي chapter communication اللي اخذته بال102، و communication بالنسبة للvision. اوكي، نتكلم عن communication بالنسبة للvision. فالcommunication بالنسبة للvision في إلها أول شيء، مين هو اللي بده يعمل communication؟ الguiding coalition. هون الguiding coalition، معلش تحملوني، هي تعبير عن الإدارة العليا أو عن فريق بيكون عبارة عن تحالف يقود ويضيء الطريق للمؤسسة في برامجها المختلفة، من بينها اللي هي الرؤية المشتركة. طبعاً نحن بنحكي رؤية shared vision. أوكي، فلذلك هذول الجماعة، الإدارة العليا زي مجلس العمدة عندنا، زي العمدة، زي الرئيس وجماعته، الرئيس وتحالفه، الرئيس ونواب الرئيس والجماعة اللي عنده في الرئاسة، هذول هم اللي بضيئوا الطريق للجامعة. أوكي، لذلك أنا مبسوط إنه بداية جيدة وإن شاء الله تستمر، إنه الرئيس قاعد إيش بيشتغل كفريق متجانس متحاب، هو والدكتور شو اسمه، الدكتور موفق، والدكتور نائب الرئيس الثاني والثالث والعمدة، يعني مشتغلوا على قلب واحد. كثير كويس إنه يكونوا أصدقاء محبين لبعضهم بعض هذولا، لأنه في مرات سابقة كان الرئيس وجماعته مش على قلب واحد، كل واحد بغني بأسطوانة مختلفة، في عدم اتفاق، في كونفليكت بيناتهم. أسوأ شيء القيادة، مجلس العمدة، الإدارة العليا، توب مانجمنت، CEO اللي حواليه، يكونوا في عندهم كونفليكت، وخاصة إذا كان هذا الكونفليكت هيدن. يعني مثلا أنت كمدير بتكون، يكونوا قايلين، بيقولوا لك جماعتك اللي حواليك، الإدارة العليا، المساعدين، بيقولوا لك للطاقم هذا اللي عندك، متفقين معك علنيا، ولكن في الباطن بيحيكوا الدسائس. هاي بتخوف هاي. بس احنا عندنا في جامعتنا مرت حقبات كان لا علن، لا، النواب الرئيس مختلفين مع بعضهم، الرئيس في بيحاول يصلح بيناتهم، الرئيس في وادي، المرؤوس في وادي، فهنا بصير في عندك بروبلم. لذلك سميناهم guiding coalition، التحالف اللي guide others، guide the organization to the right path, to the right approach, to the right way. فذلك الguiding coalition هذول اللي هم الإدارة العليا، they need to do their homework in communicating the vision. انت سويت الفيجن وتعبت عليها وقعدت عليها سنة، قعدت عليها سنتين، 6 شهور، 3 شهور، whatever، حسب، وتعبك راح على الفاضي. Without what? Without what? قلوا لي. Without هاي العنوان اللي عندنا هون. Without communication. والكثير كثير كثير من المؤسسات عندهم الرؤية مشكلة كويسة وممتازة وتعبوا عليها، ومشكلتهم إنه it's not communicated to everybody inside the organization and even outside the organization. Okay. Vision can be intellectual and emotional issue. حكينا عنها قبل شوي. Key elements in effective communicating the vision، إن تكون نفسها vision simple and to communicate it in a simple way. Use metaphor, analogy, and example in conveying the vision, in communicating the vision. استخدم كل الوسائل التواصل ووسائل الكوميونيكيشن الموجودة عندك، سواء تقليدية أو معاصرة. كثير من الوسائل مثلا المؤسسات زي وسائل الإعلام، التلفزيون، بتلاقي عندهم إنستغرام وتليجرام وفيسبوك وتويتر ومش عارف شو، وكل ما طلعت وسيلة التواصل بيحطوها عندهم وبيوصلوا الايديز تبعتهم والإعلام عبر مختلف الوسائل. يعني الجزيرة مثلا وكل محطات اليوم بتلاقي عندها الجزيرة لايف، بتلاقي عندها مثلا عن طريق تدخل على الانترنت الجزيرة نت. يعني لذلك they use every medium, every technological channel to communicate their vision. معلش كمان الريبيتيشن،
ترى التكرار مكروه ما عدا التكرار في الرؤية. لذلك تجد أنه مثلا رئيس الجامعة بيجبني أنه ما فيش مناسبة إلا بيركز على الرؤية، مش بقراها قرائي، بمسك ورقة وبقراها قرائي، لا. الفحوى الـ implicit aspect of the vision is communicated، هو وجوده مشان إيش؟ وجوده مشان يوصل الرسالة والرؤية ويحث الناس على تبني الرؤية، adopt and inspire people to implement the vision. Okay. تفضل يا عرار، كانك بدك تحكي. دكتور أنا بعتذر عن المقاطعة، بس الامتحان على 10 إذا ممكن إني أغادر. طيب تفضل، خلاص أنت حاضر. النقطة الثانية اللي هي رقم 5 leadership by example. إذا ما كان الليدرشيب اللي هم الجايدينج كوليشن حكينا عنهم قبل شوي هون، إذا ما كانوا هم متمثلين للرؤية وأول ناس مش بس بيحكوا بالخطابات، برضو بالواقع تبعهم الرؤية موجودة، فبيكون أيضا حبر على ورق. Explanation of seeming inconsistencies، مش عارف شو هاي المقصود فيها. Explanation of seeming inconsistencies، بعد أشوف. give an takeaway two way communication، يعني يكون في two way communication بين الأطراف المختلفة. لذلك أنا بدي أقول إنه the first 1, 2, 3, 4, 5 elements are the most important elements. We take 5 elements as the most important elements of effective communication. إذا بتطبق هاي الإلمنتس بيكون شغلك مضبوط في المؤسسة. So communication vision must not be about defeating an enemy or victory in the battle. It is about winning the war. يعني الرؤية ليست هي تدمير العدو المنافسة مثلا أو النصر في معركة معينة، إنما هي كسب الحرب كاملة. أوكي، حربك كاملة تكسبها. Vision is something continuous and everlasting as you stay seeing the future. الفيجن مش زي الأهداف. الهداف بتقول بدي خلال سنتين أربح 100 مليون، تربح 100 مليون خلص توقف، بتصير بدك تحط هدف بعديه تربح 300 مليون بعديها، وهدف بعديه تربح مثلا 500 مليون شركات الكبيرة. أوكي. بس الفيجن ما فيها إشي بخلص، لأن مثلا يعني being number one in education in the Middle East or in research in the Middle East، أو نكون رقم واحد في الـ في الـ في الـ في الابليكيشن تبع مثلا software معين، أو رقم واحد في السمارت فون، بظلك طول حياتك تسعى أن تكون رقم واحد، بتخلصش يعني nothing to finish. الفيجن ما فيها شيء بيخلص، لما ذكرنا قبل شوي. That is why when you say my vision is to defeat my competitor، إذا كانت رؤيتك يا خسارة إذا كانت رؤيتك إنه to defeat the competitor. طيب سيطرت عليه وطبشت رأسه للcompetitor وصرت أقوى منه وصرت الإيرادات تبعتك أحسن منه، وبعدين انتهت الرؤية. تفضل يا أحمد. دكتور في نقطة ثانية كمان بالنسبة لأنه إذا كانت الفيجن to defeat my enemy، إنه ممكن أنا defeat my enemy وكمان ممكن أنا أخسر أشياء كثيرة إذا كان هدفي بس إنه أهزمه. بس إن لما يكون أنا هدفي إنه أكسب الحرب أو to win the war، بيكون محصن نفسي أنا كمان وبس على إشي بغض النظر عن عدوي إنه ينهزم أو يضل على ما هو. بالضبط بالضبط بالضبط. يعني رؤية الإنسان يجب أن تكون مقامها كبير. تفضل يا سوسن.
دكتور برضو حابة أحكي نقطة هلأ، يمكن بس فقط هلأ مجرد، هو أيضا على المستوى الفردي إنه في عبارة تقول إنه لا تطمح أن تكون أفضل من الآخرين، اطمح أن تكون أفضل من نفسك سابقا. فالعقول تصغر عندما تنشغل بالآخرين وتكبر عندما تنشغل بذاتها. فإنه حتى على المستوى الفردي إنه أنا ما يكون هدفي إنه بدي أكون أفضل من هذا الشخص، بقدر ما يكون إنه أنا بدي أكون أفضل من نفسي أو نسخة أفضل من نفسي. هو بالضبط. هذا هو السبب يلي بكبر العقول. أحسنت فنفس أحسنت. الشيء بالنسبة للمؤسسات، إنه ما يكون الجول تبعها إنه أنا فقط بدي أكون أفضل من المنافس. بالضبط أحسنت يا سوسن. يعني الرؤية بتكون دائما هي يعني شيء كبير وشيء عظيم، وليست تتعلق في يعني دحض الآخرين أو سيطرة الآخرين، زي البلو أوشن استراتيجي اللي حكينا عنها. البلو أوشن ما فيش عندك كومبيتيشن، أنت مش مفكر في الكومبيتيشن، مفكر في الكاستمر، ومفكر في أنك الماركت كلها تكون إلك. يعني مش من ناحية أنانية، لا، من ناحية أنت مقدم للماركت شيء مش محدش مقدمه، أو بطريقة محدش مقدمها. أوكي، فإذا الفيجن بدها تكون شيء لا يتعلق في أي عمل أو أكشن، في برنامج أو في مدة زمنية أو في إشي بنسويه بنخلصه. يعني ما راح تكون رؤيتك صح إذا بتقول أنا رؤيتي إني أتخرج من جامعة اليرموك، لا، بتكون رؤية قاصرة. يعني ممكن أوكي هذا خطأ في الرؤية، يعني تقول أنا والله رؤيتي إني أتخرج من جامعة اليرموك، طب تخرجت وبعدين انتهت الرؤية؟ لا، رؤيتي مثلا أني أكون إنسان بناء في المجتمع، هذه رؤية ما تخلصش منها. رؤيتي أني أكون مثلا أني أصل إلى أن أكون إنسان مثلا مهندس مميز رقم واحد في الفيل تبعي. رؤيتي أن أكون بيزنس مان ريادي، أوظف أعداد كبيرة من أهلي ومن أقاربي ومن الناس في المجتمع، وأقلل من نسبة البطالة. في هناك رؤى مختلفة. يعني Do you have any vision after that؟ تفضل يا سوسن. دكتور سوري على المقاطعة، بس قبل نهاية الوقت بس بدي أسألك عن مادة الكويز. Chapter 8، يعني أقرأ Chapter 8 بكون هو مادة الكويز. أوكي دكتور، بس ملاحظة ثانية، ممكن هدول السلايدات إنه تعدل عليهم يكون الباك جراوند لإلهم أبيض والكتابة بالأسود، لأنه هيك ما بيطلعوا واضحين بالتصوير. عندكم ما بيطلعوا واضحين؟ آه يعني الباك جراوند تكون ايش؟ ابيض والكتابه بالاسود. يعني زي هيك مثلا، هيك كويس. ايوه هيك ممتاز. طيب خلاص هيك، يعني يعني على الزوم انتم بتشوفوا احسن هيك؟ ها لا، الزوم على الجهتين واضح، بس قصدي لما نطبعهم طباعه يعني وندرس عليهم. خلاص انا بغيرهم زي هيك وخليهم ولا يهمك. طيب الله يعطيكم العافيه والى اللقاء ان شاء الله. يعطيك العافية دكتور. السلام عليكم دكتور. تفضل. يعطيك العافية دكتور. الله فيك يا عبد الرحمن. دكتور كلمتك على الأسبوع اللي طاف بخصوص الميديا، وأقول لك على